السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ كنت عايزة أسأل عن حكم عمل الإطعام أو العقيقة في دولة تانية غير الدولة اللي احنا عايشين فيها. جائز لكن في بلدك أفضل. جائز ولكن ماذا؟ في بلدتك أفضل، العقيقة في بلدتك أفضل. السعر في بعض الدول الأخرى بيكون منخفض وغير مقتدرين إن احنا نعملها في بلدنا، خلاص في هذه الحالة قلت قولنا أفضل ليس معناه أنه واجب في بلدك. جائز يعني. السلام عليكم.